السلام عليكم. اليوم نريد نتكلم على تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، خطوة أثنين عليها، ونشكر الإمارات العربية المتحدة على هذا الموقف الشجاع، وشكرنا يأتي من غياب الشجاعة هذا اليوم في المنطقة، منطقة الشرق الأوسط بالأخص. وهذا الموقف نشد على أيدي الأخوة الإماراتيين و الشيخ محمد بن زايد ولي العهد. التطبيع خطوة إيجابية للأسباب التالية: أولا، أن الدول العربية التي لديها علاقات مع إسرائيل حصلت على ما لم تحصله المقاومة خلال عشرات السنوات. ما يسمى بالمقاومة لم تأتي إلا على بلدانها بالغضب والخراب والتقسيم. انظر ماذا حصل في العراق، وانظر ماذا حصل في ليبيا، وما حصل في سوريا وفي السودان. كل هذه الدول كانت تنادي بالمقاومة، وما يحصل لإيران هذا اليوم ولبنان. مصر عندما عقدت معاهدة السلام حصلت على سيناء، وهي من أغنى الأراضي في العالم، ومساحتها أكثر من مساحة إسرائيل 5 مرات. لم يحصل في التاريخ أن تتنازل دولة مثل دولة إسرائيل عن أرض بهذا الحجم من أجل السلام، وهذا يدل على أن هناك فرصة كبيرة للسلام مع إسرائيل. كذلك قامت إسرائيل بمساعدة مصر والأردن اقتصاديا وأمنيا، خاصة في محاربة داعش والإخوان المسلمين والأحزاب الإسلامية التي تريد أن تعيث بالأرض فسادا. أضف إلى ذلك أن إسرائيل تمتلك ما يقارب 20% من تكنولوجيا العالم، هذا ما سمعت عنه وحسب الإحصاءات. وشركات الكبرى الأمريكية مثل مايكروسوفت وجوجل كلها لديها فروع مهمة في إسرائيل، في هرتزليا، في تل أبيب، للاستفادة من الخبرات الإسرائيلية الهائلة في التكنولوجيا. ومن المعيب أن تقوم إسرائيل بتصدير تكنولوجيتها إلى الصين وإلى روسيا وإلى البرازيل وإلى كثير من الدول العالم، ونحن لا نستفاد منها في العراق ونحن على بضع مئات الأميال أو الكيلومترات. أضف إلى ذلك أن إسرائيل من أكثر الدول، لربما أكثر دولة متقدمة في العالم في مجال زراعة المناطق الجافة والصحراوية. رأينا إذا يعني إسرائيل استطاعت أن تعيد الحياة حتى إلى الصحاري القاحلة، وتنتج الماء الحلو من الماء المالح، ماء البحر، بكميات هائلة، وهو الآن يفيض حتى على حاجتها. وتقوم إسرائيل بإعادة إملاء بحيرة طبرية التي تعاني من الجفاف من خلال تصفية المياه الصافية. يعني تصوروا أن المياه أصبحت زائدة لتقوم بها بإملاء بحيرة، في حين لدينا احنا دجلة والفرات والبصرة عطشة، والجنوب كثير من المدن عطشة، والعراق تسوده المناطق القاحلة. اعتقد الخبرات الزراعية الإسرائيلية الآن تنتشر في الكثير من دول آسيا الوسطى وحتى في أمريكا ودول العالم والبرازيل والصين وغيرها، وبإمكاننا استفادة كبيرة من هذه القدرات الزراعية والبذور المتطورة والتي تمثل إرادة مهمة للعراق يقيه شر الاعتماد الكامل على النفط والاستيراد 90% أو أكثر من 90% من السلة الغذائية العراقية. من ناحية فلسطين، هناك من يقول أننا يجب أن ندافع عن فلسطين. جرب العرب هذا المسار ولم يأتي بنتيجة كما نراه، ولن نرى تحريرا كما يدعون للقدس أو لفلسطين، أو رمي اليهود في البحر كما روجوا في ترويج معادي حتى للأفكار الإنسانية ضد اليهود، وهم أخوة لنا في الدين وعاشوا معنا آلاف السنين، وحتى بعد مجيء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسلام بقوا عايشين معنا لآلاف السنين. أضف إلى ذلك أن العراق له خصوصية خاصة جدا، اليهود العراقيين في إسرائيل لهم مراكز مهمة، لهم تأثير مهم جدا على بناء إسرائيل. وقال لي أحد الأكاديميين الإسرائيليين المهمين أن يهود العراق قاموا ببناء
أهم عمود فقري في إسرائيل وهو الاقتصاد الإسرائيلي. وبخبراتهم استطاعت إسرائيل أن تكون من أهم القوى الاقتصادية في العالم، وهم يحنون العراق ويحبون العراق ويتغنون بالمقام العراقي والأكل العراقي، ولديهم أماكن عراقية، وأعتقد هم سيكونون حلقة وصل مهمة، ولهم حب حقيقي وعميق في العراق. أنا أعتقد قضية الفلسطينيين والدفاع عن حقوقهم يجب أن لا نكون أولا فلسطينيين أكثر من فلسطين أنفسهم. الفلسطينيين نفسهم لديهم علاقات، وبدون تدخل بالشؤون الفلسطينية، أنا أقول لكم لدي الكثير من الأصدقاء الفلسطينيين في الجامعة هنا في أمريكا، والتقيتهم في كثير من الأماكن، الذين ينتقدون حكومتهم بسبب الفساد، ويعانون ما نعاني فيه بالعراق من الفساد والتدخلات الخارجية. والآن إيران دخلت على غزة وعلى الخط، وتقوم بتقوية الخطوط الإسلامية المتطرفة التي تضطهد المواطن الفلسطيني العادي، وهناك بطالة وهناك فساد وهناك ترهل في الحكومة الفلسطينية. لذلك أنا أعتقد قبل أن نفكر في أن نتخاصم مع إسرائيل أو نحارب إسرائيل، يجب أن نفكر في مصلحتنا كعراق. أنا انتفاض قنبر كشخص لدي علاقات مهمة مع شخصيات إسرائيلية في أعلى المستويات مؤثرة، وأمريكية مؤثرة كذلك على إسرائيل، ولدي علاقات وصداقات في داخل إسرائيل، ولدي علاقات مع أكاديميين وسياسيين ورجال دولة في إسرائيل. أستطيع ومستعد من منطلق وطني أن أقوم بجهد الآن وفي المستقبل عندما تنضج الأمور لإقامة علاقة وتطبيع العلاقات بين العراق وإسرائيل. أنا أعتقد العلاقة بين العراق وإسرائيل ليس فقط لديها الفوائد التي ذكرتها، وإنما ستضع العراق في مسار واقعي بعيدا عن الخزعبلات وطرهات تحرير القدس ورمي اليهود في البحر، وهذا ما يبدد أموالنا ويبدد جهودنا ويسمع عقولنا. اليهود أخواننا وهم أهل الكتاب ومذكورين في القرآن الكريم، وعشنا معهم آلاف السنين حتى بعد الإسلام، وهذه النداءات بقتلهم وإمحائهم لن تجدي نفعا. اليوم القدس بإمكان المسلم زيارتها لربما أسهل من الكثير من الأماكن المقدسة أخرى، لربما أسهل من مشهد أو النجف أو مكة. الدولة الإسرائيلية دولة منفتحة، وباستطاع المسلمين الذهاب إلى إسرائيل وزيارة بيت المقدس والصلاة فيه، وهو محترم، وهناك احترام للأديان المسيحية والإسلامية واليهودية في القدس. ولو كانت القدس بيد العرب لربما كان حصل ما حصل من مسلسل وكوابيس بسيطرة داعش عليها، ولربما حتى حرقوا أو هدموا القبة الذهبية لأنهم يعتقدون هذا حرام، كما حصل في الموصل وكما حصل في الإمام العسكري عليه السلام في سمراء. لنكون واقعين ولننطلق إلى المستقبل ولنضع الماضي الفاشل خلفنا والحاضر المزري خلفنا، وننتج إلى مستقبل علاقات طيبة أخوية متعاونة ذات فائدة لكلا الطرفين للعراق ولإسرائيل. أما الأجندة الإيرانية التي خربت العراق وعاثت بالأرض فساد، الميليشيات التي تنادي بتحرير القدس لم تحرر شبرا واحدا، وما فعلته هو أن قتلت الشعب العراقي وقتلت الشعب الإيراني وقتلت لبنان وقتلت كل العرب شيعة وسنة ومسيحيين وكل. وأدعو الجميع إلى اتخاذ خطوات شجاعة حتى في داخل أنفسنا بشكل مماثل لما فعلته الإمارات العربية المتحدة والدول الأخرى العربية التي تتبع، ومن الله التوفيق وشكراً.